السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة الشرقية للمواشي على اليوتيوب. حياكم الله اخواني في كل مكان. اليوم الاثنين 16/9/2024، احنا متواجدين في موقف البقارة جنوب محافظة الحسك. حركة السوق جيدة نوعا ما، يعني سوقنا على الخفيفة اليوم. تنباع نعجة العشار الزينة، النعجة الرغوث، ينباع الخروف الوردي ابو 1,600,000، 1,500,000، 1,400,000 سوري. نعم يعني السوق جيد نوعا ما، يعني الحلال ينباع ما شاء الله تبارك الله. تابعونا حتى نهاية الفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ان كنت اول مرة تشاهد قناة الشرقية للمواشي. حياكم الله. طبعا اخواني رقم جوالي موجود بكل الفيديوهات اسفل الشاشة، تركنا لكم الرقم دائما ان شاء الله يكون بالفيديو اسفل الشاشة، وسوينا لوجو جديد للقناة وصورة غلاف، وانطونا رأيكم بالتعليقات. حياكم الله، واكتبوا لنا منين قاعد تشاهدونا احباب قلبي، جزاكم الله. عجة ثنية اخواني ما شاء الله تبارك الله، صارت 4 ملايين. طبعا اول السوم 4 ملايين، ولا نعجي حاجة اكثر من جدان ري بويس. اللهم صلي على محمد. نعجة طيبة بالحيل، ايه 4 ملايين سوري صارت. حلو ما شاء الله، راسها حلو، شكلها حلو تبارك الله ما شاء الله. وهاي القرقورة الحمراء اخواني صارت 3 ملايين، يعني 200 دولار، والدلال يطلب 4 ملايين. صاحبها يقول ما بيعها بهالسعرها، 3 ملايين ما بيع ما شاء الله حلوة. طبعا ابوها موجود تشبش، ابوها موجود. اسعد صوركم اياه، اللهم صل على محمد. قرقورة حلوة تبارك الله، ري 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 ما شاء الله تبارك الله، حلوة بالحيل. ما شاء الله تبارك الله. هذا ابوها اخواني، قحم حمر ما شاء الله، جابش حلو ما شاء الله تبارك الله، حمر حلو، خشانته زينه، ما نقولكم حرش اخواني، ولكن الشبش محسن يعني زين، بذره طيبه، وخلفته موجوده مثل ما يقول الفطيمه. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. شايفين العجة ايش طيبة ما شاء الله. اللهم صل على محمد، شو راسها. والعلم الله انه بيع عشار، جادي يرقلونها رقل اكيد بيها شيء. هاي وجه الفطيمة من هنا ما شاء الله، شوف الخد، الخد العريض، شوف الاذان، الرجلين. 4,200,000 اخواني، عجة زادت اللهم صل على محمد. 4,200,000، 4,200,000، يلا اخوتي 4,200,000، 4,200,000 سوري، يلا اخوتي تبارك الله. عجة طيبة بالحيل غانمة ما شاء الله، 4,200,000، راس حلو، جسم حلو، شكل حلو ما شاء الله تبارك الله. عيال سولف وليش مو 50؟ ما زالك شايل الكيس خفف لك. ايه يلا اخوي، الرجال يقول له حط له 25,000 سوري، يعني 4,200,000 و25. اذا خراز برناني ترى ما يهم، هلا صار لا سنها 3 بطون اخواني، فكره ثنيه يعني بين على راسها فكره ثنيه. 50 عيال يقول 3 بطون 50. ايه 3 حسب خبرتي المتواضعه. احمد انت تريد المال الزين 300 والله كفو، والله كفو، انت تزهق الصوره 300 عندك شيء احمد؟ احمد 4,300,000 سوري احمد السيد، شايفين المال الطيب اخواني بده يزيد، يعني هذا عنده شيء لما صارت 4 الصبح يعني اول السوم 300 نعم و25 50 75 400 الله يرزق ابو كلوب، الله يرزق، الله يرزق. هاي غنم ما شاء الله عليها. عمار وين صارت هاي عمار البجاري؟ 4 ملايين صارت 4. نعم تبارك الله، وعشر على الميلاد، عشر بيها عشان مبين ما شاء الله. 4 ملايين سوري نعم تبارك الله، بس السن يعني وسط يعني
ايش فتا ايش هسه يقول رباعيات ابو جسوم زينات يا ابو جسوم كل شيء بحقه زاد الاربعه ترى من سوالف اربع بطون خمسه بطون زينات زينات بس غنم عشار يعني هاي الاضرار عشار ما شاء الله إيه. اللهم صل على محمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إيه اصور كلنا صور ما شاء الله بعد هاي وارفع رجل ذي $300 مع ابو غزال 275 دولار اللهم صل على النبي 4 ملايين ابو غزال نعم تبارك الله خلاص صارت 4 ملايين 10 ميلاد شوف يا ابو محمد شوف يجوز بيدك انا مزينه ما شاء الله ايش طلبت عليه ابو طلب خمسة أربعة ايه ما اجيب خمسة يا اخي زاد انت خلي طلبتك على الهاتف شوية هديه هديها هذا ربج جداية ما شاء الله بيش حسون ايش قد طالبين عليها والله طالبين عليها 15 مليون ونص كانوا جدي مال السوق لا بلا مال السوق قال له اللحم زين رغم انه برد الجو عليه يعني لا مال السوق قال له اللحم فوق مليونين ايوه اللحم ما شاء الله طيب نشوف الغنم هاي الزينة القر وجه لي هاي زادين وجه لي الاخرى بالله السن السن حسون ثنية هاي ثلاثة رباعية شوف هاي رباعية ما شاء الله رباعيتين وثنية مو اللهم صل على محمد مبين شيء مو مبين شيء جزء متأخرات يعني شنو اسعاره تقريبا حسون 4 ملايين 4 ملايين بس غنم طيبه ما شاء الله شكل جينيا خلينا اصورك صوره حلوه عليهم اللهم صل على محمد تبارك الله تبارك الله غنم بالحيل طيبه شوف لي هسه خلص زينه بما انه انا من عشاق المعز تحب المعز رابط فطايم عنه متى رابط ايه لا خلاص موجودات مربوطات وربطنا فطايم ورادي بس نعمل خبز الخبز نعمل نعمل خبز عرفت تعليقك عرفت تعليقك اريد مليون مليونين سوري زينه وعلن على كسر قرنها زاد على كسر والاخر زاد قصه ايه طيب هاي وراها توم اخواني ادفع بها 5 ملايين طبعا احنا قاعد نسال الدلال اخواني توم فطايم ونعجة 4 3 ابطون 4 5 قو قلبك يقول ها ما شاء الله ايش قد قال 4 5 ملايين وراها توم فطايم ما شاء الله تبارك الله زينه ما شاء الله هل خرفان الزينات هذا صار مشي ابو احمد 3200 الطلب ما شاء الله عليه ما صار لسه تبارك الله رب جدلال علي ابو ايناس وعمي ابو علي شوف حركه السوق عند الدلال علي ابو ايناس تبارك الله نشوف اخواني شنو بي القراقير الطيبه الزينه ما شاء الله هاي القراقير كلها تحني اخواني اذا ميم حنيه باذن الله هاي كبار يعني قراقير طيبه بالحيل بالحيل ما شاء الله تبارك الله الله يطرح البركه للكل الله يرزق العالم الله يجبر خسائر مربين الثروه الحيوانيه اللي تاثروا بسنه 2021 وسنه 2022 حياك الله هلا ابو ايناس تحياتي حياك الله شلونك ابو علي حياك الله هلا بيك والله لسه ما تجوزت النوب والله ان شاء الله عن قريب ان شاء الله جاتني جيزه والله عن قريب ان شاء الله جايتك جيال على زي ابو علي على ابو ايناس شنو قال وضع القراقير هاي 3.5 3 ملايين و500 حق 32 تقريبا ان شاء الله ايه ايه يعني يطلب 3.5 يعني شي 230 دولار ابو ايناس هذا ايش قد 6 اشهر 7 عمره ايه تقريبا فوق صفاري ذا صفاري نعم زينات نعم يحنن باذن الله هاي قال لي والله حانيه اي شفت شلون مثل ما ذكرنا قلنا اذا من الحانيات بدنا نحنن ما شاء الله عليه طيب هذا انباع مليونين مليونين و25 125 مليونين و125 هذا اصغر شوي ما شاء الله عليه نعم هاي نعجة هذا خاروف خاروف هذا خروف بيلو قرون ايه هذا اريد 3.5 3.5 طيب هاي نعجة كبيره مو نعجة هاي اريد 4.5 وراها فطيمه وراها فطيمه بس كبيره مو والله بيها كبر 4 ملايين و500 وراها فطيمه طيب هل فطيمه الجيدات مليونين و200 نعم طيب هذه اريد مليونين و400 مليونين و400 طيب ابو ايناس هاي القرقوره هاي قرقوره
مليونين وربع. هاي الخمة حلو شكلها حلو شكلها حلو بس هي بس صغيرة يعني صغيرة عمر. يلا 300 3 ملايين و100 خرفان الخروف الواحد. نعم ما شاء الله عليها. التيس هذا اريد 3 ملايين و200 300 تيس ثني مو؟ نعم ثني على راسه مبين. نعم ثني نعم. وهذا الخروف الكبير؟ هذا الكبير هذا ب 4 ملايين و500 فحل. فحل زين. هذا الغر هذا اللي 35 35 3 ملايين و500 الله يجزاك خير ابو ناس. حياك الله تحياتي. وبعد ان شاء الله تتجوز ابو علي ان شاء الله ياخذ الرابع. لا اي وانا اخذ الثاني. اجل ما عنده عنده ثلاثه؟ ها؟ ما خش عنده ثلاثه؟ بالله يا ابو علي ثاني عندك ثلاثه يكفي يا ابو علي. ظلك يا اخي لا الرابع يظلك سهل. الشرع مو سنه. ثلاثه بدي اوصل. هن اربعه هو اربعه.